التداعيات الإنسانية في إدلب قد تكون كارثية. 800 ألف شخص مهددون بظروف إنسانية صعبة جراء العمليات العسكرية المرتقبة في المحافظة حسب تحذيرات الأمم المتحدة. المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في دمشق عبرت عن مخاوفها من تهجير آلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية كبيرة. المسؤولة الأممية أوضحت أيضاً أن الأمر لا يقتصر عليهم، بل سيطال كذلك رجال الإغاثة والعاملين في المنظمات الإنسانية هناك، ما سيؤثر على سير العمليات الإنسانية والخدمات المقدمة للنازحين والمدنيين. محافظة إدلب بعدما تحولت إلى معقل للفصائل المسلحة تترقب العملية العسكرية. يذكر أن أكثر من 2,300,000 شخص يعيشون في المحافظة، مليون منهم نزحوا من المدن والمناطق المجاورة يواجهون ظروفا معيشية قاسية. ملوك الشيخ، العربية.